دي المنزل ده كان ايه زمان؟ هي أبلة هي اللي أرحمها كانت قاعدة لوحدها هنا، وكان الأستاذ عبد الفتاح القصري بيجي لها زيارة بس، واخد بالك؟ ولما توفى جه فريد شوقي وجه محمد رضا جم حضروا عملوا العزاء، حضروا العزاء هنا بس، واخد بالك؟ إنما هي كانت عايشة لوحديها، واللهم صل على النبي. وهي توفت بقى بعد ما تعبت جامد يعني، وعدى سنها حوالي حاجة و80، إنما هو ما كانش قاعد معانا بصراحة، كان بيجي زيارات وبتاع، أما كان بصحته. وبعد كده هو ما ماتش هنا بس، العزاء عملوه هنا بس، وجي حضر الممثلين هنا وبتاع وكده، حضروا العزاء وكان الاستاذ عبد الفتاح القصري الله يرحمه جاب لها الشقه دي من المحافظ، المحافظ منحها الشقه عشان يخت عبد الفتاح القصري كده. بس وده التليفون على سبيل لما اخويا يحب يتصل بيها او بتاع يبقى عندها وسيله اتصال، ما كانش حد في المساكن لسه عنده الكلام ده، بقاله يجي فوق ال60 سنه. والله عبد الفتاح القصري كان بيجي عند اخته هنا زياره، هي الشقه ممكن تكون كانت مكتوبه باسمه، لكن كان بيجي يعني قليل جدا، واخد بالك؟ واخته استقرت في الشقه وكانت الناس بتطلع لها عادي وبنطلع لها كلنا عادي، بنتصل من عندها لاني ما كانش في تليفون ايامها الا عندها هي، الله يرحمها. واللهم صل على النبي. هو ما عميش، هو نظره كان ضعيف جدا وتوفى في البيت بقى اللي هو قاعد فيه، بعد كده احنا ما نعرفش حاجه عنه. اخته استقرت معانا فتره بعد موته وربنا افتكرها وانتهوا هم على كده. يا دكتور كلك يا كرم ده 3 سنين.